رصدت المحطة الزلزالية التابعة لإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في الساعة 9:34 صباحا بتوقيت البحرين هزة أرضية في جنوب غرب إيران تبعد 243 كيلومترا شمال شرق مملكة البحرين. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ نادر أحمد عبد الله، رئيس قسم المناخ ورصد الزلازل بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. بعد التحية أستاذ نادر، كما تعلم شعر بعض سكان البحرين بهذه الهزة الأرضية، هل توضح ماذا حصل بالضبط؟ هلا فيكم أخوي وبالأخوة المشاهدين، ولشكرك ما تعطي الفرصة للتحدث عن الهزات. وللعلم فإن إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات تملك محطة لرصد الزلازل، طبعا هذه المحطة مربوطة مع الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقوم برصد الزلازل في جميع أنحاء العالم. أما بخصوص الهزة اللي شعر فيها الناس في مملكة البحرين ودول الخليج العربي، فكانت الساعة 9:34 توقيت المحلي لمملكة البحرين، وحصلت في جنوب غرب إيران، وكانت تبعد عن البحرين 243 كيلومتر مثل ما تفضل، نعم، شمال شرق مملكة البحرين. وكانت قوة الزلزال 5.7، ويعتبر هذه من الزلازل المتوسطة. نعم، يعني خلال الساعات القادمة أستاذ نادر، هل من المتوقع أن تحصل مثل هذه الهزات الأرضية كما حصل اليوم صباحا؟ طبعا لا يمكن التنبؤ بحدوث اي زلزال، لا يمكن لاي مركز من المراكز المتقدمه في الزلازل في جميع انحاء العالم ان يتنبأ بحدوث اي زلزال، لكن احنا طبعا نطمن المواطنين والمقيمين في مملكه البحرين بان الزلزال الهزه اللي حصلت في ايران هي تحصل بشكل يومي في ايران، والحمد لله. يعني طبعا الزلازل بشكل يومي نرصدها في إيران، ولكن الحمد لله لا نحسبها، ما نحسبها الزلازل، نعم، إلا بعضها البسيط، شيء بسيط نحسبها. نعم، مثل هذه الظاهرة، هذه الهزة التي لم تكن بالقوية، هل تكررت في السابق في مملكة البحرين؟ طبعا في سنة 2017، الناس ممكن يتذكرون، في 13 نوفمبر 2017، نعم، حصل زلزال على الحدود الإيرانية العراقية، كان يبعد تقريبا 1000 كيلومتر عن مملكة البحرين، ومع ذلك أحس الناس في مملكة البحرين بهذا الزلزال. لو نرجع بعد ورا شوية، في أبريل 2013 حصل زلزالين في إيران، نعم، وبعد مملكة البحرين حسوا بهالزلزالين. فطبعا الزلازل بشكل عام، البحرين بعيدة عن أي عن الحزام الزلزالي، وإحنا الحمد لله بفضل الله ما نتعرض لأي زلزال، ولكن نتأثر بعض الزلازل تكون قريبة نوعا ما من مملكة البحرين. نعم، طبعا أنا مثل ما قلت أطمن الناس بشكل عام. للمزيد من أي معلومات، يعني في عندنا موقع رسمي لوزارة المواصلات والاتصالات في الانستغرام، نعم، اللي هو MTT_بحرين. نعم، أي زلزال نرصده نخليه في هالموقع، فممكن لأي أحد حاب أن يتواصل ويشوف آخر الزلازل، نعم، اللي قاعد نحصلها، ممكن أن يشوف هالشيء في هالموقع. نعم، هل هناك خط ساخن للتواصل معكم؟ في طبعا قسم رصد الزلازل، ممكن أن أي أحد يتصل فيه، اللي هو 17-32-11-70. نعم، الأستاذ نادر أحمد عبد الله، رئيس قسم المناخ ورصد الزلازل بإدارة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. استقبل خادم الحرمين